بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر جل جلاله وعظم السلطان. إذا وبئس المصير، هي بئس مصير في جهنم إذا ألقوا فيها، وهذا سيكون ولو ستار. قالوا ليس هناك حساب ولا بعث ولا جمع، أي رسومبلمون، ولا حساب، فما شيء، أما الدنيا دي وما بعدها شيء. يعني غرر بهم كما غرر بأبوين، وقال الملك لا يبلى، أنا على طول حياته ملك لا يبلى. هنا قال لهم اتهنوا، اعمل اللي تحب، فكر كما تحب، واستأجر قد ما تحب، وما ثماش بعد. يعني التخم بأكاذيب شنيعة، واللي قاعد يخدم الخدمة دي أنا وراء كيد الشيطان للإنس والجان، هما اليهود والنصارى والكرب معهم، لأنه ثلاثة ذوما، ثلاثة أغلبهم في جهنم وبئس المصير إن لم يتوبوا إلى الرحمن الرحيم قبل أن يحق عليهم القبر. يعني قبل ما تخسرك سكرة الموت، ما عليك كان ترجع تقول ليس هناك إلا إله، ولا يقول إلا حقا، وإذا وعد وفى، وإذا كان حدثنا وأنذرنا بأن هناك بعث، فنتقي الله حتى لا نكون من الذين من الخاسرين أثناء هذا البعث وما بعده. والسلام.